ريك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. سلام أهلا بتونس. للأسف الأخبار ما تفرحش اليوم. الخبر الأبرز عبارة عن مأساة إنسانية من نوع المآسي العضالة والدائمة، سامحوني، العضالة والنائمة اللي ترقد سنين في قاع المجتمع بعد تعلن عن وجودها بكارثة. الصباح تحكي على فاجعة العيد في القيروان وسيدي بوزيد، القوارص تقتل 7 أشخاص وتحيل 55 على المستشفى، ولابخيس تحكي على 7 مورت par intoxication au méthanol à Kerouan، un عيد endeuillé، 7 موتى بسبب التسمم بالميثانول في القيروان، عيد كأنه تفينا ومازال ما وفاش. الشروق كتب 7 وفيات و56 حالة تسمم ومصابون فقدوا بصرهم. الزمبريت يقتل شبابنا في حجب العيون. قالك القاعدات متاع القوارص هذوما يسميوهم الزمبريت، هكا قالوا، لا نجم نأكد لا ننفي. اللي نجم نأكده في المقابل اللي الحكاية هذه نعرفها عندي على الأقل 20 سنة، ما هي جديدة في البلاد. يعني تعامل باك قرانا بروف يحب يفدلك يقول لنا شبيكم قلقين برا وسكروا، نقولوا له ما عندناش فلوس، يقول لنا سهلة ياسر، تاخذوا دبوزة الكول ودبوزة جازوز وتحطوا كذا الكول في كذا جازوز، لا مانيش باش نعطيكم الروسيت، ارتاحوا. وانا فا هاكم عملتوا بلعة في السولد، اي في القسم خويا تصير الحكاية هذه. في الفترة هذيك عام 2000 وفواحيه اكتشفت اللي اصحاب المحنة عقولهم مسلوبة، واللي قد اللي تسكر وتغلي عليهم قد اللي باش يزيدوا يستنبطوا حلول أخرى ما تجيش على بالك، حلول أتعس بالطبيعة. ما لقاوش البيرة والشراب، سهلة ياسر يشربوا الكول، مش المشروبات الكحولية، لا الكحول بيدو السبيريتو، الكول 90 متاع الفارماسية ذاك، يخلطوه بحاجة أخرى ويشربوه. ما نحكيوش على اللي يستعملوا الكولفور والسيراج، اي مجدي متاع الصباب، اي نلقى حكة عندك ما نبعثك تربو الصيفي في الهويرب. واكيد راهو فما برشا وصفات اخرى ما وصلتش لمعرفتي المتواضعة. اللي نعرفه انه في وقت بن علي كانوا اغلبية نزلاء مركز معالجة الادمان في جبل الوسط من مدمني الكحول والكول. انت كان في بالك باش تلقى هيروين وكراك وميتامفيتامين؟ لا اخويا، تونس ليست بريكن باد، وكل بلاد ورطالها. الارطالة ذيك كارثة أخرى وشابي تاريخ، خاطر كيما اللي ما يلقاش الشراب يدورها كحول، اللي ما يلقاش الزطلة يدورها دواء أعصاب حرابش. به بالطبيعة كان باش نفسروا ظاهرة كيما هذه بعامل واحد باش نضيعوا الرشمة في كل الحالات، خاطر داخل فيها الفقر أكيد، أما فما زاد الجهل وغياب الدولة أو تقصيرها وسياساتها الفول القمعية 0% توعوية في موضوع المخدرات. زعما أول مرة تخرج كارثة من القروين ولا سيدي بوزيد؟ نسيتوا حالات الانتحار خاصة عند الصغار؟ في بالكم بنسب الفقر والبطالة غادي؟ به أش يعمل القروي ولا البوزيدي كي يقلق؟ وين ينجم يخرج ولا يسهر؟ منين ينجم يشري شراب بطرق قانونية؟ خطره كي نكعروا على ضرورة تقنين المخدرات وافتكاك الدولة لتجارتها من العصابات، مش على خاطر نحبوا العبيد تولي تبامبي في الشارع، أما على خاطرها مشكلة صحة عمومية. وهاكم شفتوا مرة أخرى كي نخليوا المستهلكين والمدمنين تحت رحمة المجرمة والمروجين شنو يصير. الله يرحمهم الناس اللي ماتوا ويصبر أهلهم. توا السؤال هو التالي، وقتاش باش نحيو صحة الراس والتصديق الوطنية ونرضاو أخيرا باش نقدمو في الموضوع هذا وغيره؟ والأهم قداش من روح أخرى باش نخليوها تطيح وقداش من إنسان آخر باش نخليوها يتدمر قبل ما نفهمو أخيرا الشيء اللي فهمته دول أخرى عندها سنين؟ هنا قاعدين في انتظار أنكم تفيقوا على وضعيتكم، أرواح وحياة الناس هذوما الكل في رقبتكم.